وبعد طبعا ما تحدثنا واتكلمنا عن بعثة منتخبنا فيما يخص منتخب مصر، وعشان نقرب أكتر من أجواء منتخبنا ومعسكر منتخبنا اللي خلص النهاردة، نروح للزميل العزيز محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا. مراد، مساء الخير عليك. الفل عليك يا أحمد، وكل سنة وأنت طيب وبخير. الحمد لله على السلامة يا مراد، وحشني حبيبي يا أحمد، ربنا يبارك. في الحقيقة مراد عامل شغل رائع، واتكلمت مع الزملاء اللي كانوا موجودين الإعلاميين، سواء الزملاء في قناة اون تايم سبورتس او الزملاء الصحفيين، عامل شغل هايل. بتقدر ان انت توفر كل المعلومات بالشكل المحترم وتنسق كل اللقاءات بشكل عالمي، فبشكرك وبحييك يا مراد. حبيبي ابو احمد تسلم، ويعني ده دورنا اللي احنا موجودين عشانه، والحقيقه يعني دورنا ان احنا نوصل اي معلومه للاعلام وللجماهير، ويعرفوا حاجات اكتر عن المنتخب، تحديدا لو في اي حاجه ايجابيه بنطلعها، اي حاجه يبقى فيها حاجات سلبيه بنطلع نرد ونوضح للناس الحقيقه. والحمد لله يعني بشكرك يا احمد، وبشكر كل الناس الاعلاميين المحترمين الحقيقه اللي يعني حاسين بمجهودنا وحاسين بتعبنا، وفي الاخر احنا كلنا بنكمل بعض، وفي الاخر دي حاجه للمنتخب مصر، وعايزين طبعا يعني المنتخب طبعا يبقى في المقدمه، والكره المصريه تبقى في المقدمه، وربنا يكرم في جاي. مراد، عايز اعرف منك اللي حصل مع اللعيبه ومستر روي فيتوريا بعد التعادل. انا يعني على ما علمت او على حد علمي ان اللعيبه شافت ان هي خسرت هذه المباراه مش اتعادلت. بالظبط يا احمد كده، ده اللي حصل فعلا بعد الماتش. يعني مستر روي فيتوريا يعني دخل بعد الماتش يعني حيا اللعيبه على الاداء طبعا، وعلى الاداء الثاني اللي حصل في الماتش. خاصه انت بتلعب اكثر من 90 دقيقه، من اكثر من 70 75 دقيقه بدون ب 10 لعيبه بس بعد طرد مكان. فالحقيقه ان هو شكرهم امبارح على الاداء، وشكرهم على التصرف العظيمه بتاعتهم، ان هم خاصه بيلعبوا منتخب احمد، منتخب كبير، منتخب من فتره قصيره 2019، ومنتخب بيضم لعيبه من اكبر لعيبه في محترفين في اوروبا وافريقيا، ويعني منتخب بيضم اسماء كبيره جدا في كل المراكز. لكن الحمد لله قدرت يعني تعمل ماتش رائع جدا، ورغم ان سبب النقص العادي اللي كان موجود عندك وخساره محمد هاني، لكن قدرت ان انت يعني تحرز الهدف الاول، وكان عندك فرصه تحرز الهدف الثاني، كنت تتقدم باكثر من هدف. الحمد لله هم يعني هم اللي تعادلوا معاك في الدقائق الاخيره طبعا، والحمد لله زي ما انت قلت يا احمد اللعيبه كلها يعني طلع اتكلم قال ان احنا يعني رغم التعادل احنا مش راضيين عن التعادل، كان نفسنا نطلع الماتش ده طبعا، تريزيجيه صح؟ تريزيجيه وكل اللعيبه الحقيقه يعني نفس الامر، ان برضو يعني في غرفه فعلا الملابس كانوا بيتكلموا انه يعني طبعا لو حد هيتكلم في الاعلام او حد طبعا كلهم يعني متفقين ان هم يعني كان نفسهم طبعا يعني يكتبوا يعني في وقت زي ده كان هيرجع لهم الثقه طبعا اكثر ما هي كانت موجوده. لكن الجيل الحالي يا احمد الحقيقه اللي موجود عندهم اصرار وعزيمه ان هم يعملوا حاجه، عندهم الجيل ده رغم ان هو بيضم كوكبه كبيره جدا من النجوم، صلاح والنني وحجازي وتريزيجي وطارق حامد والشناوي ومحمد وزيزو، لعيبه كبيره جدا، ومصطفى محمد وفتوح، لكن رغم كل الحاجات دي كلها ما حصلوش على بطوله لغايه دلوقتي، وما رفعوش اي بطوله، فده طبعا هم حاسين بيه طبعا، وهيقاتلوا بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في يناير. انا بضم صوتي لصوتك يا مراد فيما يخص هذه الجزئيه، لان هو في الحقيقه جيل رائع ويستحق ان هو يحصل على بطوله. ولكن عايز اعرف منك بقى، كان في ثنائيه كده او كان في جيم بره الملعب ما بين الجمهور اللي عمل ملحمه وعمل في الحقيقه لوحه فنيه، بورتريه محترم ما بين الجمهور المصري والجمهور الجزائري. ففيما يخص بقى الهتافات اللي هي كانت ما بين صلاح وما بين رياض محرز، فعرفت كده ان صلاح هو اللي كسب الجيم ده. يعني طبعا اثنين نجوم كبار جدا، لكن مع احترامي لاي لعيب عربي، لا صلاح يعني رقم واحد، صلاح يعني نمبر 1 في اي مكان بروحه احمد، الحقيقه بيحظى بشعبيه وحب جارف، يعني حتى ده بان امبارح في ماتش مصر والجزائر، لما حتى لما رياض محرز نزل وبعد كده لما صلاح نزل، يعني الهتاف الجماهيري يعني متواصل لصلاح،
30، وده ما بيحصلش مع يعني مع احترام الرياضه. الرياضه احنا لعيب كبير جدا ولعيب يعني عالمي الحقيقه ولعيب لعيبه القوه، لكن صلاح صاحب الشعبيه الاولى في الوطن العربي، وهو رقم واحد، وفرق بينه يعني اعتقد فرق بينه وبين الكبير بينه وبين اقرب منافسيه. حتى واحنا في ماتش بلجيكا يا احمد، يعني دي بروين بلجيكا بتضم طبعا كوكبه كبيره، طبعا دي بروين وهازارد ولاعيبه كتير ولوكاكو، لكن وقتها يعني حتى صورنا فيديو عشان نشوف يعني الجماهير بيشجعوا مين. لا صلاح يعني كان هو النصيب الاكبر من التشجيع والاحتفال، فصلاح الحقيقه في اي مكان، وحتى واحنا في وسط كاس العالم فصلاح يعني في مكانه ثانيه، هو يستحق ويستاهل ثالث افضل لعيب في العالم. بتفق معاك جدا في هذه الجزئيه مراد، ولكن عايز اعرف منك بقى ماذا بعد معسكر منتخب مصر في الامارات؟ يعني عندنا ان شاء الله تصفيات كاس العالم في شهر 11، الماتشين جيبوتي وسيراليون في شهر 11، ماتشين الجوله الاولى والثانيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026، هو من 13 ل 21 نوفمبر ان شاء الله، ده بتاع المعسكر كله. بعد كده عندنا في واحد طبعا بطوله امم افريقيا 13 يناير، بطوله امم افريقيا في شهر واحد، فاختبارين صعبين طبعا. المنتخب هيسافر يوم ايه ان شاء الله؟ لا هو لسه الماتش الاولاني هنا والماتش الثاني بره، فان شاء الله لسه الماتش الثاني يعني في مفاوضات ومحاركه ان شاء الله اللي هو يجي مصر، لكن او المغرب، لكن ان شاء الله نتمنى ان هو يبقى موجود في مصر. لكن طبيعي طبعا، طبيعي طبعا ان الفريق المنافس يعني صعب ان هو يوافق على طلب الفريق المنافس ان هو يجي يلعب في مصر هنا على ارض مصر، فرغم المحاولات اللي بتتعمل، فان شاء الله يعني الماتشين في المرحله في الجوله الاولى والثانيه للتصفيات المؤهله لكاس العالم ان شاء الله المنتخب يقدر يحطهم ويحقق نتائج كويسه باذن الله. بشكرك يا مراد، شكرا جزيلا، ودايما مشرفني ومنورني.